كنحضروا اليوم اللي هو كيصادف اليوم العالمي لحقوق النساء، وهذا العام كنعرفوا بأن هناك إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، ولي يعني هجوم خطير للكيان الصهيوني الغاشم. إذا اليوم خسرنا أن الوقفة ديالنا تكون لإعلان تضامن مع المرأة الفلسطينية اللي تعرضت للتشريد وتعرضت للقتل. وهناك يعني اليوم الكيان الصهيوني الغاشم يقوم بعمليات تهجير ويقوم بقتل الأطفال ويقوم بقتل النساء. إذن هذا الوضع احنا جينا اللي كنحتج عليه.